بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب غزوة الحديبية. وكنا قد توقفنا عند رواية عن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصوم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك نسيك. قال أيوب: لا أدري بأي هذا بدأ. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، قال: وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. وأنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى هذه الآيات لما نزلت كما بين كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى كان من أصحاب أيضا الحديبية، وكذلك أيضا حدث له ذلك الأمر قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل لما صدوا عن البيت. يبقى عمرة الحديبية، يبقى اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أولى العمرات بعد إجرته صلى الله عليه وسلم، كانت عمرة الحديبية، وصد في ذلك العام فلم يصل إلى الكعبة، فنحر الهدي وحلق الشعر وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا. قلنا ده الإحصار، يبقى أحصر فلم يستطع الوصول لاستكمال ذلك النسك الذي دخل فيه. كان من ضمن هؤلاء كعب بن عجرة رضي الله عنه، يبقى ده من أصحاب الحديبية. قلنا أن الإمام البخاري رحمه الله بيعين لنا هؤلاء لمنزلة وفضيلة هؤلاء ومناقب هؤلاء، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد شهد البدر والحديبية، لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكعب بن عجرة رضي الله عنه من أصحاب الحديبية، وفي شأن نزلت هذه الآيات كما قال وكما ذكر. فقال كعب بن عجرة رضي الله عنه: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أؤذيك هوام رأسك؟ يبقى دي دبة بتبقى في الشعر، وطبعا من محظورات الإحرام إن أهل الإنسان بعمرة أو حج يبقى عدم حلق الشعر، عدم حلق الشعر إلا لما بيؤدي النسك فبيتم الحلق أو التقصير، يبقى ده التحلل. فلذلك يبقى أهل بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ورأى ذلك القمل بيتناثر على وجهه من كثرته، فقال: أؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق. ثم بين له ما مقابل ذلك، يبقى إن حلق الشعر مقابل ذلك يؤدي الفدية. رجل مطالب بنزع الثياب فعلى ذلك ويلبس الإحرام متمثل في الرداء والإزار، يبقى على ذلك إن لبس هذا الملبس العادي يبقى عليه فدية، فدية طعام مسكين 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو نسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما الإنسان بيهل بالعمرة أو الحج يبقى المخيط كده، يبقى ممنوع للرجال، ممنوع للرجال المخيط.
فلما بيلبس بيلبس الإزار والرداء، فإن لمس ذلك الملبس اللي هو المخيط يبقى عليه فدية، مس الطيب يبقى عليه فدية، حلق الشعر سواء شعر رأسه أو غير من الشعر الذي موجود في بدنه يبقى عليه أيضا فدية. الفدية تتمثل في صوم 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو نسك، وهو مخير، يعني هو مخير في أداء أي إحدى هذه الثلاث. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاحلق وصوم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك نسيك. قال أيوب: لا أدري بأي هذا بدأ. يبقى أيوب الذي يروي عن مجاهد رحمه الله قال: لا أدري بأي هذا بدأ. سواء يعني نقول هي ليست على الترتيب، يعني سواء قال له يطعم 6 مساكين أو انسك نسيك أولا، فعلى ذلك أتت متقدمة أتت متأخرة، هي داء على التخير. ولذلك ما قال في رواية الثانية قال: وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم تأتي السنة ولكي تبين يعني ما هي عدد الأيام التي يصوم فيها من ارتكب محظورا من هذه المحظورات، وكم أو كم عدد المساكين الذي يطعمهم إن ارتكب محظورا من هذه المحظورات، وما تتمثل في ذلك النسك. يبقى النسك ذبيحة يبقى شاء أو غير ذلك، ولكن بالنسبة للصيام يبقى 3 أيام كما بيانت السنة، أو الصدقة يبقى أطعام 6 مساكين كما أيضا بيانت السنة. الشاهد أن كعب بن عجرة رضي الله عنه من أصحاب الحديبية وفي شأنه نزلت هذه الآيات. يبقى حلق الشعر قلنا قبل مسألة الإحصار، يبقى قبل مسألة الإحصار أو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الكعبة في هذا العام، وأن لأن جاء سهيل بن عمرو وده من كان من جهة كفار قريش لكي يعقد هذه العقد أو الهدنة، عقد الهدنة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما أمرهم يبقى كانت قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الهدي وحلق الرأس لأنه كان حالة من الإحصار. لذلك قال: وقد حصرنا المشركون وكانت لي وفرة. يبقى قبل هذا القرار، لأن لو حلق طبعا يعني بعد لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الهدي ثم حلق الرأس يبقى ليس عليه شيء، لكن هو كان متضررا وقبل هذا القرار، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعر رأسه وأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو ينسك نسيكا. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قصة عقل وعرينة. قال قصة عقل وعرينة. ثم ذكر رواية عن قتادة رحمه الله أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة رحمه الله: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلى وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة، قال من عرينة، وقال في رواية عن أبي قلاب عن أنس: قدم نفر من عقل. ثم ذكر رواية عن حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال: حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله استشار الناس يوما قال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا: حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال: وأبو قلابة خلف سريري. فقال عنبسة بن سعيد: فأين حديث أنس من في العرانيين؟ قال أبو قلابة: إياي حدثه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى
عنه. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن عرينة، وقال أبو قلابة عن أنس بن عكل، ثم ذكر القصة، قصة عكل وعرينة أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا الإسلام، أي أبدوا الدخول في الإسلام فتكلموا بالإسلام. يبقى وبالتالي لو أتى الإنسان وشهد شهادتين يحكم بإسلامه، ولم نؤمر أن ننقب عن ما في قلبه، وبالتالي ينتفع بذلك أن نجري عليه أحكام الإسلام لظاهر ذلك القول. يا ترى لكن ماذا يعتقد الأمر ده؟ يبقى هذه الكلمة تنفع عند رب سبحانه وتعالى لو اعتقدها، أما لو كان تكلم بالكلمة مع عدم اعتقاد هذه الكلمة يبقى لا ينتفع بذلك إلا في الدنيا. قلنا كحال المنافقين، كحال المنافق يبقى بينطق بالشهادتين ينتفع، يبقى هذا مسلم، قلنا بيقبل هذا الظاهر إن نطق بالشهادتين فعلى ذلك نقول أنه مسلم، هنجري عليه أحكام المسلمين. لكن هو مسلم عند ربي أم لا؟ قلنا ده يتوقف على عمل القلب، على اعتقاده، فإن انضم إلى ذلك اعتقاد القلب انتفع بهذه الكلمة عند ربي سبحانه وتعالى، وإن لم ينضم إليها اعتقاد القلب انتفع بها في الدنيا ولم ينتفع بها في الآخرة. فهؤلاء تكلموا بالإسلام فقبل منهم، فقالوا يا نبي الله إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستبقوا المدينة. يبقى جو المدينة كده أساسا يبقى أصيبوا بأمراض، والمدينة تنفي خبثها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استوخموا المدينة يبقى أصيبوا بأمراض، فعلى ذلك طلبوا أن يخرجوا من المدينة، وقالوا أن هم أهل ضرع يعني أهل رعي وغنم، وده بيبقى دايما في الأماكن التي بها الكلى والعشب، ولم نكن أهل ريف يعني ما يعيشوش كده في داخل الحضر. واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، أمرهم بإبل وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من البانية وأبواليها. يبقى لما أصيبوا بذلك التعب النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم ذلك الدواء، وصف لهم هذا الدواء الذي يدفع به ذلك الداء الذي أصيبوا به، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة، وبالتالي يأتوا إلى راعي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا البعير فيشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، ارتدوا، من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود. يبقى أخذوا الذود اللي هي البعير الإبل وقتلوا الراعي وكفروا بعد إسلامهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. وده طبعا حكم الحرابة، ده حكم الحرابة، يبقى حكم الحرابة طبق عليهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حكم الحرابة، يبقى قتلوا الراعي وأيضا أخذوا نهبوا الإبل وأيضا ارتدوا بعد إسلامهم، فطبق عليهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم، حتى ماتوا تركوا هكذا لغاية لما ماتوا. قال قتادة رحمه الله الذي يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلى. يبقى التمثيل بالجثث دهية ممنوع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا مر علينا كلام أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه يبقى في أحد لما قال يعني إيه إن هو يعني تجدونها مثلى لم أمر بها، ولكن في المقابل أيضا أنها يعني لم يأمر بها، ولكن هو أيضا لم يتأثر بذلك، فهو مثلى حمزة رضي الله عنه بقرت بطنه وأكلت لاكت هند بنت عتبة من كبده، فدي مثلى التمثيل بالجثث، الجثة بعد الموت، يبقى ده نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمثله لما كان بيرسل سرية كان يأمر قائد السرية بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المؤمنين، ثم بيأمره بعدم الغدر، قال ولا تمثله ولا يقتل وليدا ولا امرأة. يبقى أداب كده معلومة، ودي أداب الإسلام حتى في مسألة القتال، فقد نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان وقتل النساء وعدم التمثيل أيضا بالجثث، حتى لو أن الكفار فعلوا ذلك بجثث المسلمين يبقى لا نقابل ذلك بهذا الأمر، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولا تمثلوا، أي لا يمثلوا بالجثة، يبقى المثل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قتادة رحمه الله. قال أيضا في رواية من عرينة، يبقى ناس من عكل وعرينة. قال أيضا في رواية عن أبي رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة؟ قالوا حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. يا سالة القسامة، يا سالة القسامة، يبقى 50 سواء بقى من أهل القتيل أو من أولياء المقتول أو من أهل القتيل، يبقى ده القسم. بس طبعا هذه المسألة لما يكون فيها قرائن قوية، فيها لوث، يبقى لوث نقول غالب الأمر أن فلانا قتل فلان، بس بنحتاج للحاجة دي الإثباتية لقسم 50 من الرجال يقسمون، سواء بقى كان من أولياء المقتول أو يعني من أهل القاتل، يقسمون أن فلانا لم يقتل، أو أولياء المقتول يقسمون أن فلانا هو الذي قتل، يبقى دي قسامة. وبالتالي على ذلك يبقى ده نوع من أنواع أيضا اليمين التي يثبت بها مثل ذلك الحق. ومر علينا الكلام على القسامة، قال حق قضى بها، وأن القسامة دي كان معمول بها في الجاهلية، يبقى القسامة كانت موجودة في الجاهلية، يبقى في بعض الأمور كانت موجودة في الجاهلية، جاء الإسلام ثم ثبت هذه الأحكام، فأصبحت أحكام نتعامل بها من خلال حكم الإسلام، خلال حكم منها القسامة، منها القسامة. يبقى فلان ده مقتول، فغالب الظن ما الذي قتل فلان؟ يبقى فيه كده ثأر بينهم وبين هذه القبيلة، فغالب الأمر مثلا أن منهم رجل هدد بقتل فلان، هدد بقتل فلان، وفي عداوة، وبالتالي على ذلك وجد ذلك الدماء على ملبسه، أو وجد في يده سكين وبها الدماء، يبقى ممكن دي كلها قرائن تشير أن القاتل فلان، لكن لا نستطيع أن نجزم، يبقى القتل ده يبقى لازم بينة، يروا أن فلانا فعلا قتل فلان، لكن ده اسمها اللوث، يبقى غالب الأمر كده قرائن قوية أن فلان هو الذي قتله. فعلى ذلك حتى يستحقون أولياء المقتول يعني هذا الحكم، يبقى يحلف 50 منهم يحلفون أن فلان هو الذي قتل، أو أن أهل القاتل يحلفون أن فلان لم يقتل. على ذلك يبقى دي القسامة، 50 يمينا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سأل عن ذلك قال حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال أبو قلابة خلف سريري، فقال عنبسة بن سعيد فأين حديث أنس من في العرانيين؟ قال أبو قلابة إياه حدثه أنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى بيذكر كده قصة عكل وعرينة، يبقى كان ذلك الحكم، يبقى أناس من عكل وعرينة، مش من عكل فقط ولكن عكل وعرينة، يبقى حدثت معهم هذه القصة لما قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا الإسلام، ثم استوقموا المدينة فأمرهم بالخروج والشرب من أبوال وألبان هذه الإبل، ولكن فعلوا هذه الفعلة في قتلهم الراعي واستاقوا الذود، وكذلك ارتدوا بعد إيمانهم أو بعد إسلامهم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا بهذه الصورة. ثم ذكر الباب التالي، باب غزوة ذات القرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث، أي قبل خيبر بثلاث ليال. فقال في رواية عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلم بن الأكوع رضي الله عنه يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، وذي قرد هي ماء بعيدة كده عن غطفان، لكن هي ماء، وحدث هذا الواقع عند ذلك الماء فسميت الغزوة باسمها غزوة ذات القرد، وذات القرد يبقى ده ماء. ولذلك ما قال سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد،
قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت 3 صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركته وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فبعث إليهم الساعة. قال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. كلام عن غزوة ذات القرد، وكان السبب يعني سبب هذه الغزوة أنهم أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، على إبل الصدقة. وكان الكلام ده قبل خيبر بـ3 ليالي، 3 ليالي، يبقى كان هذا الأمر. وسلم بن الأكوع رضي الله عنه قام واستنقذ هذه الإبل، يبقى بمفرده استنقذ هذه الإبل بمفرده، وكان سريع العدو، يعني سلم بن الأكوع رضي الله عنه سريع العدو، يعني سريع الجري. فقال سلم بن الأكوع رضي الله عنه خرجت قبل أن يؤذن بالأولى صلاة الفجر، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، يبقى مكان فيه كلى وعشب وماء قريبا من غطفان. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت 3 صرخات يا صباحا، يبقى يطلب استغاثة، ولكن لم ينتظر يعني حتى يأتي ذلك المدد ويخرج معهم. نادى في القوم، وكان أيضا يعني صوته واسع الانتشار، جوري الصوت واسع الانتشار، مدى يعني لما حينادي يبقى مدى هذا الصوت يصل إلى مكان بعيد. فلذلك قال صرخت 3 صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لبتي المدينة، يعني صوت وصل إلى المدينة، ثم اندفعت على وجهي، يعني ما انتظرش أن يأتي ذلك المدد ثم يخرج مع ذلك المدد لاستنقاذ هذه الإبل أو هذا اللقاح، ولكن هو سعى وكان سريع العدو، خرج بمفرده رضي الله عنه. وده دلالة على ثبات الصحابة وشجاعة الصحابة رضي الله عنهم، إقدامه على ذلك الأمر، إقدامه. قلنا مع أن ده فيه خطورة، ده هيواجه مجموعة كبيرة من الناس، وعلى ذلك منهم الذي هم على فرس، هو يعدو على أقدامه. فلذلك قال فصرخت 3 صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لبتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركته، يعني اتجاه ولا يلتفت، وقلنا عدوا على أقدامي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، يعني يوم اللئام وهلاك اللئام، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، غاية لما استطاع أن يستنقذ جميع لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، واستلبت 30 بردة، يعني وأيضا أنهم أرادوا أن يتخففوا مما معهم من أحمال. فقال واستلبت 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش، منعهم من الماء، منعهم من أن يشربوا. قال وقد أخذوا يستقون من الماء، فمنعهم بضربهم، كان يرميهم بالنبل حتى فروا. قال إن هو سأل وقد حميت القوم الماء وهم عطاش، فبعث إليهم الساعة، يا فرصة إن إيه يبقى في مجموعة تغرق في إثر هؤلاء حتى يتمكنون منهم. فقال ابن الأكوع ملكت فاسجح، يعني أدرت فعفي. ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي حتى دخلنا المدينة، يعني أدرت عليهم خلاص فعفوا اتركهم يعني. ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة، قلنا لأنه خرج عدوا على أقدامه
وقلنا بالتالي يعني استطاع أن يستنقذ جميع لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال واستلبت 30 بردة، لأنهم أرادوا أن يتخففوا مما معهم من متاع، يعني مش جاب اللقاح فقط، وكان ده أيضا يعني غنيمة أتى بها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان بمفرده، فعلى ذلك استنقذ كل ذلك، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة، فوجدوا أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنهى ذلك الموقف واستنقذ هذه اللقاح، فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة العضاء، قال حتى دخلنا المدينة. ثم ذكر على ذلك باب غزوة خيبر. بغزوة ذات القرد كانت قبل خيبر بثلاث، أي بثلاث ليالي. يأتي الكلام بعد ذلك عن غزوة خيبر. قال في رواية عن سويد بن نعمان رضي الله عنه أنه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. بيقول سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، والذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كانوا هم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، يبقى لهم كانوا معه في صلح الحديبية، وبالتالي خرج أغلب هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، ده الطعام اللي كان معاهم، فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. مقصد سويد بن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وكان ده أساسا من نواقض الوضوء، يبقى لو أكل طعاما مسته النار كان يتوضأ، كان يتوضأ، لكن كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، ترك الوضوء مما مسته النار. روايات كثيرة عن الصحابة رضي الله عنه، من هذه الرواية التي بذكرها سويد بن نعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دعا بالأزواج بالطعام فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب قال فمضمض ومضمضنا، قلنا كأثر الطعام، كأثر الطعام، ثم صلى ولم يتوضأ، يبقى معنى الكلام أنه ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى ده كان من نواقض الوضوء، يعني كان من نواقض الوضوء ان هو لو اكل طعاما مسته النار يبقى يندق بالنار، فعلى ذلك كان يتوضا، وكان اخر الامرين انه ترك الوضوء مما مسته النار، كهذه الروايه وكغيرها من الروايات، ليدل على نسخ هذا الامر، وبالتالي ان اكل طعاما يبقى كان متوضئا، وضوء لم ينتقد، يبقى ولكن مطلوب ان هو يتمضمض ليزيل أثر الطعام، وده على الاستحباب، هذا على الاستحباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن فشرب ثم مضمض وقال إن له دسما، وقام وصلى ولم يتوضأ، وقام وصلى إن له دسما، يبقى كان المضمضة هي مش على باب الوجوب ولكن الاستحباب لإزالة أي بقايا من الطعام بين الأسنان، قلنا حتى لا ينشغل الإنسان، لأن المطلوب دائما عند الصلاة أقطع أي شاغل ممكن يشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة، من ذلك الأمر ممكن يبقى طعام بين أسناني فيلتفت إلى ذلك وهو في صلاة فينشغل بها، يبقى على ذلك يبقى المضمضة من أجل إزالة طعم الطعام في فمه، ولو كان هناك دسم بيزال، ده بالإضافة أيضا لو كان هناك بقايا للطعام حتزال مع المضمضة، تزال مع المضمضة، أن المطلوب أن هو يقبل على الصلاة بخشوع، وده يتطلب أن يقطع أي شاغل من الشواغل، أي شاغل، والإنسان مطالب أن يكون على زينة وعلى أكمل هيئة عند الصلاة، فيبقى إن كان له دسم أو له رائحة يبقى بيزيل ذلك عن طريق المضمضة، وده على الاستحباب وليس على الوجوب. ثم ذكر رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هيناتك؟
قال: وكان عامر رجلا شاعرا. قال: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا حداء، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لقينا، وألقين سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا، والصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. وده عم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أم تعتنى به. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. قال رجل رسول الله: أو نهرقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذ بيدي. فقال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين وجمع بين إصبعين، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. قال: حدثنا قطيبة، حدثنا حاتم، قال: نشأ بها. قال في هذه الرواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر، لعامر بن الأكوع: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا حداء، يعني اللي هو بيرتجز، وبالتالي ده بيساعد، بيبقى فيه نشاط كده، زي ما احنا بنرى كده، يعني العمال بتوع الخرسانة واحد منهم بيحدو، وبالتالي ده يعني كل الهمم بترتفع، ويبقى فيه نشاط، يعني فيه نشاط، فده الحد. وده الكلام ده بتجده مثلا عند الرعاة وكده. يبقى قال: وكان عامر بن الأكوع رضي الله عنه رجلا شاعرا حداء، فنزل يحدو بالقوم يقول، يرتجز بقى هذا الكلام، وده على ذلك بيبقى نوع من أنواع النشاط. النفس أيضا يعني بتحتاج إلى دافع كده، وإلى هذا النشاط، همم، يبقى ارتفاع الهمم، علو الهمم، وكذلك النشاط. فكان بيحدو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لقينا، وألقين سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا، أو الصياح عولوا علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ من اللي بيحدو؟ قالوا: عامر بن الأكوع رضي الله عنه. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أم تعتنى به. يبقى من يعني دعا له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا. فقال رجل القوم، قيل أن عمر رضي الله عنه: وجبت يا نبي الله، لولا أم تعتنى به. يعني لو لم تعتنى، يعني خلاص ده كلام، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله لفلان، يبقى في على هم في المعركة، معناه أنه هو يقتل شهيدا، وقتل فعلا شهيدا عامر بن الأكوع رضي الله عنه. قال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا. قال: هي الكلمة لا يراد بها الظاهر، فداء لك يبقى هي فداك أبي وأمي، يبقى بيفتدي إنسان، فداء لك يبقى أي تعظيما وتبجيلا لله سبحانه وتعالى. قالوا أن ظاهر الكلمة غير مراد، ولكن مراد بها المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. قال: فداء لك ما اتقينا، يعني قال ما اتقينا أي ما اكتسبنا من الآثام أو ما تركنا الأوان، وثبت الأقدام إن لقينا، وألقين سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا، يعني لا يتأخرون، لما ينادي منادي الجهاد لا يتأخرون، وبالصياح عولوا علينا، قصدونا فكانوا يلبون ويغثون من طلب منهم ذلك الأمر. قال: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع رضي الله عنه. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أم تعتنى به.
فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة. يبقى معلوم أن اليهود تحصنوا في حصونهم ومكث هذا الحصار أيام طويلة حتى نفذ ذلك الطعام. فلذلك قال أصابتنا مخمصة شديدة، حصار طال والطعام اللي معاهم يبقى فنى. ثم إن الله تعالى فتح عليهم، فلما أمسى الناس ومساء اليوم الذي فتحت في عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها، اكسروا هذه القدور. قال رجل رسول الله: أو نهرقها ونغسلها؟ يبقى على ذلك أمرهم أن يقوموا بإراقة المرق وأيضا اللحم، وقال اكسروها أي القدور. فقال له رجل: أو نهرقها ونغسلها؟ طب نغسل القدور. قال: أو ذاك. قال: أو ذاك، يعني نقول على ذلك هيهرقوا المرق واللحم ويتركوا أيضا القدور ثم يقومون بغسلها. وده في عام خيبر حرمت لحوم الحمر الإنسية وحرم نكاح المتعة، كان ذلك في خيبر. يبقى ده كان على أصل الإباحة حتى أتى هذا الحكم، الحكم المنع من الحمر الأهلية والإنسية كان في خيبر، وبقي حل الحمر الوحشية، بقي حل الحمر. يبقى الحمر أساسا حلال إلى وقت خيبر، فالشارع فرق ما بين الحمر الأهلية الإنسية والحمر الوحشية، فالحمر الوحشية ما زالت على أصل الإباحة، والحمر الإنسية يبقى أتى التحريم من الشارع، وكان ذلك في خيبر. وأيضا حرم نكاح المتعة، كان ذلك أيضا في خيبر. قال: فلما تصف القوم كان سيف عامر قصيرا، سيفه كان قصير مش طويل، فتناول به ساق يهودي ليضربهم، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. يبقى لما تقابل كده مع يهودي أراد أن هو أن يقوم بضرب ذلك، كان سيفه قصير أراد يضرب ساق اليهودي وكان السيف قصير، فعلى ذلك فلت ثم أتى في ركبة عامر ابن الأكوع رضي الله عنه وقطع له الأكحل منه فمات من فوري، فات عامر ابن الأكوع رضي الله عنه. قال: فلما قفلوا قال سلمة من تابع الحصار والغزو، قال: فلما قفلوا قال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذ بيدي. فقال: ما لك؟ يبقى كان الهم والغم ورؤية على ودي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب التغير، إيه سبب هذا الهم وهذا الحزن؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. ليه حبط عمله؟ يبقى الرؤية كده لأنه هو ذباب السيف بتاعه رجع عليه وقطع ذلك الوتر من ركبته ونزف لغاية لما مات، يبقى كأنه قتل نفسه، يبقى حكموا به قالوا أن حبط عمله لأنه قتل نفسه. فعلى ذلك انظر بقى، ممكن يبقى ايه فتاوى بتخرج وعلى غير الصحيح، يعني فتاوى يبقى هو طعن نفسه كأنه بيضرب العدو، قلنا ارتد عليه السيف مثلا فمات، يبقى هو كأنه قتل نفسه. نقول على ذلك زعموا بكذا، فكان ده هم شديد جدا لرؤية على وجه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فقال له، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: فداك أبي أمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، أي أخطأ. يبقى خلي بالنا كده، فتاوى يبقى ده هو في الشاهد كده كأنه قتل نفسه، لكن في الحقيقة ولم يقتل نفسه، ده هو السيف ارتد لأنه كان قصير ارتد عليه فمات، فمات هو بيقصد بضرب هذا اليهودي. فقال: ان له لأجرين، وجمع بين اصبعيه. هذه منقبه عظيمه جدا لعامر بن الاكوع رضي الله عنه، عم سلمة بن الاكوع رضي الله عنه. قال: وجمع، قال: ان له أجرين، انه لجاهد مجاهد، كان مجتهد ومجاهد، انه لجاهد يعني بيبذل كده الجديه وفي الالتزام والسلوك والعمل بكتاب رب سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، جدية ومجاهد. فقال:
قال قل عربي مشى بها مثل، يعني ليه أجرين، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال انه لجاهد مجاهد، يبقى ادي الجهاد اهو، وجاهد ان هو كان عنده جديه في التزامه بشريعه ربي سبحانه وتعالى، ويبذل اقصى ما يملك من طاقه من اجل يعني الالتزام في السلوك والعمل والعباده والمعاملات، وايضا في الذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال قل عربي مشى بها مثلا. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا قالوا محمد والله محمد الخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس، أي والجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال أفنية الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور وإنها لا تفور باللحم. قال فأكفئت القدور وإنها لا تفور باللحم. فبيذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل خيبر وبغت هؤلاء القوم، أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوم بليل لم يقربهم حتى يصبح. هنا كان الأمر أو الحكمة من ذلك إن هو بيترك، يعني يا ترى هيرفع في هذه البلدة أذان أم لا، يبقى إذا رفع الأذان يبقى على ذلك دي علامة على إسلامهم، علامة على إسلامهم. وكان بيأمر ذلك يبقى الصراع والبعوث إن هم سيأتون وينتظرون حتى الصباح، فإن سمعوا المنادي ينادي بالصلاة يبقى على ذلك دي دلالة على إسلام هؤلاء القوم، إن لم يسمع بها أذانا يبقى على ذلك ما زالوا على كفرهم. فلذلك قال لم يقربوا حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، يبقى خرجوا كده وكان أهل زرع، خرجوا بآلات الحرث يعني والمكتال اللي هو يعني بيرفع عليه سواء بقى التراب أو الطين أو يضعون فيه الحبوب وغير ذلك. فلما رأوا قالوا محمد والله محمد الخميس الجيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة، يبقى في بداية اليوم كده، قال فخرج أهلها بالمساحي آلات الحرث، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد الخميس، يبقى كانت مباغتة لهؤلاء القوم. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية كان يأمره بتقوى الله في خاصة نفسه ومعه من المسلمين، وكان يأمره أن يترسل فلا يبدأ القوم بقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، إما يدعوهم إلى الإسلام فينقبلوا، وإلا دعوهم إلى أدفعوا الجزية على يدهم صغيرون، وإلا كانت الحرب. لكن لما يكون يعني هناك قوم وصلهم دعوة الإسلام فمن الممكن ألا يدعوهم خلاص، لأن دعوة الإسلام وصلت إليهم، فممكن يباغت هؤلاء القوم كحال اليهود، يعني كحال اليهود دول كانوا أصلا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على ذلك أجلاهم، فوصل ذلك الخبر وطار الخبر إلى الجميع، طار الخبر إلى الجميع، يبقى دعوة الإسلام وعلموا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استمروا على كفرهم، يبقى دعوة الإسلام وصلت لهؤلاء القوم،
فإذا يعني بغت هؤلاء القوم نقول على أساس أن دعوة الإسلام قد وصلت إليهم، لكن لما يكون هناك قوم طائفة لم يصل إليهم دعوة الإسلام يبقى لا يبدأهم بقتال حتى يدعوهم إلى الإسلام، حتى يدعوهم إلى الإسلام، لأن مش الغرض يعني هو إراقة هذه الدماء، ولكن دعوة الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى والتوحيد وإدخال أو دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى. فكانت دعوة الإسلام أن الغرض هو دخول الناس في دين الله واستنقاذ الناس من الهلاك والدمار والنار، فيبقى دي دعوة الإسلام. لكن لما تكون وصلت الدعوة إلى هؤلاء القوم هذه البلدة جاز أن يباغت هؤلاء مباشرة، لأن دعوة الإسلام وصلت إلى هؤلاء. لكن إن لم تصل يبقى كان دايما كده بيأمر من يؤمر على السرية أن هو يعني لا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، على رسلك يعني على رسلك حتى يدعوهم إلى هذه الخصال، يدعوهم الإسلام. وطبعا لما يدعوهم الإسلام مطلوب أن يبين محاسن الإسلام وحسن هذا الدين وأن هذا هو الدين الحق إلى غير ذلك. إن أبوا يبقى يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، إن أبوا يبقى كانت الثالثة وهي الحرب. لكن وصلت الدعوة لليهود وبالتالي على ذلك كانت مباغتة لهؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. يبقى ده كان التحريم في ذلك التوقيت. وما حرم النبي صلى الله عليه وسلم هو كما حرم الله عز وجل، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى تحريم الحمر الأهلية ورد عن طريق السنة، عن طريق السنة. يبقى في أحكام لم ترد في كتاب الله عز وجل ورد عن طريق السنة، والسنة وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإلا لعن الله النامصة والمتنمصة، يبقى ده كله ورد بالسنة، لعن الله النامصة والمتنمصة والوصيلة المستوصلة وأيضا الوشيمة والمستوشمة والتفلجات الحسن المغيرات خلق الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان امرأة اسمها أم يعقوب، أم يعقوب دي كانت قارئة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سألت ابن مسعود الراوي لهذه الرواية: ما حديث بلغني عنك؟ قال: ما بلغي؟ قالت: أنك تقول لعن الله وأنا قرأت كتاب الله عز وجل لم أجده. قال: لو قرأتي لوجدتي. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أم يعقوب دي كانت قارئة لكتاب الله، يعني فقيها، فقيها في القرآن. لعن الله يبقى ده يجد فين؟ هنجده في القرآن. أما أقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يبقى نجده في السنة، لعن الله كذا يبقى نجده في القرآن. فلذلك بتسأل الأول تستفسر، يعني ما حديث وما بلغك أنك تقول لعن الله النامصة المتنمصة والوصيلة المستوصلة والوشيمة المستوشمة فلجات الحسن مغيرات خلق الله. وقالت قال: لو قرأت لوجدتيه، أنت قرأ من قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الأحكام التي ورد عن طريق السنة وثبت ذلك الأمر، يبقى ده يبقى كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم هو كما حرم الله عز وجل، لأنه يعني هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. والرواية الثالثة أيضا عن أنس في نفس القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فجاء أكلت الحمر فسكت. قلنا لأن على أصل الإباحة، يعني كانت على أصل الإباحة، ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال أفنية الحمر، فأمر مناديا فنادى بالناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأت القدور وإنها لا تفور باللحم. يبقى تم بقى إلقاء اللحم والمرق وغسلت هذه القدور التي كانت فيها اللحوم والمرق. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فهرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي رضي الله عنه، ثم صارت إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صدقها. قال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أأنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا لها. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقى وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كان بذلك القادر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.